اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من كلام في الكوره. النهارده الكلام عن الكوره، هنواصل معاكم التفاصيل اللي بتهمكم في اهم الاحداث الكرويه محليا وعربيه، وكالعاده بنتواصل معاكم عبر البريد الالكتروني اللي موجود على الشاشه امام حضراتكم. النهارده في الحقيقه، وده اهم خبر ومحور حديث كل الاهلاويه النهارده شهد النادي الاهلي ما يسمى بالجمعية العمومية. للأسف هذا الاجتماع كان دعوة لتحدي القانون وسلطة الدولة. اللي تربينا عليه في النادي الأهلي في الحقيقة هو أن النادي الأهلي دائما هو الذي يحترم القانون. النادي الأهلي دائما قيمه ومبادئه وثوابته عبر تاريخه ارتبطت دائما باحترام القانون. أما كل المحاولات في الحقيقة اللي هدفها قلب الحقيقة والدفاع عن الباطل فبالتأكيد مصيرها الفشل. وأنا أظن في الحقيقة أن أعضاء الأهلي فاهمين كويس جدا أن الديمقراطية اللي تم إرساء قواعدها يوم 25 يناير 2011 واللي بتلزم رئيس الجمهورية نفسه بدورتين فقط في حكمه، بل أن الأمر امتد أيضا إلى الأزهر، حيث صرح شيخ الأزهر أن التشريع القادم الجديد هو أيضا بيلزم هذا المنصب ألا يتجاوز دورتين في الحقيقة. السؤال هنا الخوف والرعب في الحقيقة للي باسم هذا الأمر تم اجتماع النهاردة. التفاصيل كتيرة مش هخوض فيها في الحقيقة لأن في فمي ماء. عموما اللي بيدافعوا عن كراسيهم دول عارفين لما هيسيبوها مكانهم فين.